أكد تقرير صحفي إسباني أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يتعهد بالتصالح مع ناديه السابق برشلونة في حالة واحدة، وهي أن يقوم الفريق الكتالوني بالتعاقد معه لمرحلة مقبلة كما كان عليه الحال في العقد السابق الذي كان يربط اللاعب بالفريق الكتالوني. وسيبدأ الفريق القانوني لنيمار بإجراءات التصالح مع البارسا بشأن عدم حصوله على مكافأة التجديد لعقده الأخير رفقة البارسا عندما تتأكد عودة اللاعب إلى الكامب نو وحصوله على راتبه القديم. هذا وأوضحت نفس الصحيفة أن الإدارة الفنية في البارسا ستبدأ التخطيط مبكرا بشأن الميركاتو الصيفي شهر يناير من السنة المقبلة.